سلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. هذه الحلقه نناقش فيها اسباب تاجيل التوقيع على اتفاق الرياض وعلاقه ذلك بالمسجدات الاخيره في سقطرى وابين. أرجعت الحكومة تأجيل التوقيع النهائي على اتفاق الرياض إلى ترتيبات بروتوكولية ورغبة سعودية للقاء مختلف المكونات والشخصيات الجنوبية. وقال وزير الإعلام معمر الإرياني في سلسلة تغريدات على تويتر أنه لا صحة لما تردده بعض وسائل الإعلام عن عرقلة أو رفض من قبل الحكومة للتوقيع على الاتفاق، معتبرا ذلك محاولة لخلط الأوراق والإساءة لموقف الحكومة وتضليل للرأي العام. ودعا الإرياني إلى التعامل البناء في الاتفاق والابتعاد عن المزايدة والمناكفات السياسية والعمل الصادق على إنجاحه. في وقت سابق قال مصدر حكومي قال إن اتفاق الرياض الذي كان من المزمع توقيعه بين الحكومة والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا مساء الخميس تم تأجيله إلى أجل غير مسمى. وبحسب وكالة الأناضول فإن المصدر الحكومي أرجع سبب تأجيل الاتفاق إلى الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظتا سقطرى وأبين. عن أبعاد التأجيل وتأثيره على المستجدات أو تأثير المستجدات الأخيرة في سقطرى وأبين سيكون موضوع حلقتنا لهذا اليوم، ولكن قبل البدء بالنقاش نتابع هذا التقرير. على وقع المستجدات الحاصلة في سقطرى ثم في أبين تم تأجيل التوقيع النهائي على اتفاق الرياض إلى أجل لم يسمى. أكد ذلك مصدر حكومي لموقع المصدر أونلاين بالقول إن تأجيل التوقيع الرسمي على اتفاق الرياض مرتبط بالأحداث الأخيرة في سقطرى وأبين دون الإشارة إلى موعد بديل للتوقيع. على نفس الصعيد قال وزير الإعلام إن سبب التأجيل ترتيبات بروتوكولية ورغبة سعودية للقاء مختلف المكونات والشخصيات الجنوبية. بالنظر إلى تسلسل الأحداث فبينما كان الحديث يجري عن اللمسات الأخيرة للتوقيع النهائي فوجئ الجميع الأربعاء الماضي بخروج مجاميع مسلحة مدعومة من الإمارات تقطع الشارع الرئيسي في حديبو عاصمة محافظة أرخبيل سقطرى وتعلن اعتصاما مفتوحا عقب لقاءات موسعة نظمتها شخصيات تحمل الجنسية الإماراتية. هذا التصعيد اعتبره مراقبون تحرشا إماراتيا باتفاق الرياض كونه امتدادا لفعاليات مناهضة رعتها سلطات أبوظبي رسميا. تزامنت هذه التحركات مع إعلان الإمارات رسميا انسحابها من عدن لتحل مكانها قوات سعودية تنفيذا لمطلب الرئيس هادي كشرطا لتوقيع اتفاق الرياض مع المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا. على نفس الصعيد شهدت محافظة أبين وتحديدا في أحور تحركا عسكريا لكتائب من الجيش الوطني، تقول الحكومة إنه يأتي في إطار إعادة الانتشار ولتغطية فراغ حدث نتيجة انسحاب مفاجئ لقوات تتبع الانتقالي المدعومة إماراتيا وفق تصريحات عسكرية. بطبيعة الحال فإن المشهد يبدو ذاهبا للتأزيم جنوبا بالنظر إلى تضرر الطرف المدعوم من الإمارات من انسحابها عسكريا، بينما تريد الشرعية التأكد فعلا من رفع أبوظبي يدها تماما، وهو ما لم يتم حتى الآن في ظل استمرارها بمهمة إنشاء ورعاية قوة عسكرية خارج إطار الشرعية في الساحل الغربي تحت قيادة طارق صالح وحليفه أبو العباس المدرج في قوائم الإرهاب. إذن نبدأ النقاش وأرحب بضيوفي، أرحب بضيفي من القاهرة الباحث والمحلل العسكري يحيى أبو حاتم، وأرحب بضيفنا الصحفي أنيس منصور. أبدأ مع ضيفي من القاهرة الباحث والمحلل العسكري يحيى أبو حاتم. سيد يحيى مساء الخير. أهلا وسهلا بك وضيفك العزيز. أهلا بك سيد يحيى، يعني برأيك ما الذي تريده الشرعية باشتراط خروج الإمارات قبل توقيع الاتفاق مع المجلس الانتقالي الجنوبي؟ حياك أخي الكريم، حقيقة الحكومة الشرعية هي في الأول والأخير هي تريد أولا بسط سيطرة الدولة التي يعني أتت قوات التحالف العربي من أجل هذا وإعادة الشرعية، هذا ما تريده الحكومة الشرعية، هي تريد عودة الدولة بكل مؤسساتها الدستورية الرئاسية التنفيذية وكذلك العسكرية والأمنية. أنا في اعتقادي أن أي يعني جهة تعطل هذا المشروع هو لابد أن يكون خارج المشهد، ولذلك فالحكومة الشرعية يعني مطالبها واضحة، والتحالف العربي أتى تحت شعار واحد ألا وهو استعادة الشرعية اليمنية وبسط سيطرة الدولة. ولذلك ما يجري اليوم من مفاوضات في جدة ثم في الرياض ثم
اليوم نشاهد هناك بعض المحاولات من قبل الانتقالي في سقطرة الالتفاف على هذا الاتفاق وعرقلة هذا الاتفاق. أنا في اعتقادي أنه لن يصح إلا الصحيح. نحن اليوم أمام جيش يمني وطني بني على أسس ومبادئ يعني كانت غير موجودة في السابق. اليوم هناك جيش يمتلك من الولاء للدولة وللوطن بشكل كبير جدا، قادر على بسط سيطرة الدولة في أي مكان كان وفي أي أرض كانت. ما نؤكد أن التحالف العربي أتى من أجل استعادة الشرعية والدولة، ولابد أن يظل تحت هذا الشعار. طيب سيد يحيى، يعني فيما يتعلق بتأخير توقيع الاتفاق حتى الآن، هناك روايتان حول الأمر. وزير الإعلام يقول بأنها أسباب بروتوكولية متعلقة بالجانب السعودي، ورأي آخر يقول بأن الأحداث الأخيرة التي حصلت في سقطرة ومحافظة أبين هي سبب في التأخير. كيف ترى الأمر أنت؟ أولا، ما حدث في سقطرة وما يحدث في أبين لن يؤثر مطلقا. هناك لدى الجيش الوطني القدرة والسلطة المحلية على حسم الأمر في هذه المناطق وفي مختلف المناطق، ورأينا ما جرى في أحور ورأينا ما جرى حتى في سقطرة. المحاولات العبثية التي تريد أن تزعزع من استقرار هذه المحافظة وهذا الأرقبيل لن تنجو ولن تفلح. أيضا ما ذكره معالي وزير الإعلام أنا في اعتقادي هو الأقرب. هناك محاولات وترتيبات من أجل أن يكون هناك يعني التزام وهناك حضور وهناك ضمانات وشروط، هذا في اعتقادي. لكن مهما حاولوا يعني ضعاف النفوس أن يعرقلوا هذه الاتفاقية أو مثلا يخلطوا الأوراق في سقطرة أو في أي منطقة لن تنجح هذه المحاولات. كما رأينا في سقطرة سيحسم الأمر، وكما رأينا في أحور وفي مختلف المناطق سيحسم الأمر يعني إما سياسيا أو عسكريا. نعم، إذن تكرم بالبقاء معي. أرحب الآن بضيفي السيد أنيس منصور، صحفي يمني سينضم إلينا. سيد أنيس مساء الخير. مساء النور لك ولضيفك وللمشاهدين. أهلا بك سيد أنيس. يعني نتحدث اليوم عن مسألة تأجيل الاتفاق. هناك رأيين في مسألة الاتفاق. الحكومة ممثلة بوزير الإعلام من طرف تقول بأن الاتفاق أجل نظرا لإجراءات بروتوكولية للجانب السعودي، وهناك رأي آخر في الحكومة أيضا يقول بأن الأمر متعلق بالأحداث الأخيرة والمستجدات الحاصلة في سقطرة وأبين. ما هو الأرجح؟ أخي العزيز، أنا أستطيع أن أتحدث معك. أنني أقول لك، الأسبوع الماضي كنت معكم في قناة بلقيس وقلت لكم أن الاتفاق لن يوقع، سيؤجل المرة الأولى وسيؤجل المرة الثانية وسيؤجل المرة الثالثة وسيفشل في المرة الرابعة، وإن أتت ضغوط على السعودية على عملية التوقيع لن يكون هناك آلية للتنفيذ، لأن مسودة الاتفاق انتقصت من جهد الدولة والشرعية أن يقوم، لأن مسودة الاتفاق أو وثيقة الاتفاق هي اعتراف بأي عصابات وميليشيات بهم وغد ممكن أن تقوم لتفرض معهم اتفاق. هذا أولا. الأمر الآخر أن هناك مكونات جنوبية، المجلس الانتقالي ليس وصيا على الجنوب وليس وصيا على الدولة، وهو عبارة عن مجلس مرتزق ومرتهن لدولة الإمارات، فلا يمكن أن يكون ممثلا للشعب وهناك مكونات جنوبية متواجدة على الأرض ولها حضور شعبي وسياسي. وهناك صوت آخر في حضرموت يقول أن حضرموت ذات خصوصية وذات هوية، ليس له علاقة بالمجلس الانتقالي ولا بأي مكونات أخرى، لابد أن يكون ذات خصوصية. وهناك اعتصام يمني موجود في المهرة له أكثر من سنتين ولديه مطالب وخصوصية ويرفعون العلم اليمني. نفهم منك سيد أنيس أن الدولة غير قابلة بما يحدث وبما تقوم به المملكة السعودية من مسألة حوار للتقريب. أخي العزيز، أنا أقول لك أن الدولة تمارس عليها المملكة العربية السعودية ضغوطات لتنفيذ مشاريع الإمارات، هذا أولا. نعم. أنا أريد أن أقول لك أن الرئيس عبد الرب منصور هادي والشرعية ذكية،
رفعت السقف وارسلت مجموعه من الوزراء يخرجون عن المسار الموجود لعبد رب منصور هادي، لكن هو تنصيف. فما يتحدث به الميسري وما يتحدث به الجبواني ليس تلقائيا من ذات انفسهم، انما بتوجيه من رئيس الجمهوريه. هناك تقاسم الادوار وتبادلها حتى لا تذهب البلاد، ونحن نشاهد الوضع السيء والأسوأ من قبل التحالف. لكن ربما يحدث غير ذلك، ربما نفاجأ بإقالتهم مع الأيام. سيد أنيس، أخي العزيز، إذا 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 فوجئت بإقالتهم فإنها الورقة الأخيرة للرئيس عبد الرب منصور هادي. الناس الذين ثبتوا معه على الأرض، والذين ثبتوا معه في الجبهة في المعركة، وثبتوا له في الموقف السياسي، اليوم يخذلهم. لم يبقى شيء الا عبد الرب منصور هادي خذله، باقي هؤلاء اخر ورقه، بالتالي مع السلامه، هي نهايه عبد الرب اصلا. فهؤلاء اذا تم تقويتهم وتعزيزهم هي قوه للرئيس عبد الرب منصور هادي، وفي حاله تم اضعافهم واقالتهم فهي اخر ورقه للرئيس وللشرعيه وللدوله. نعم. لم يبقى معه شيء ابدا. نعم. لكن سيد انيس، يعني هناك كما يبدو انقسام خطير داخل الشرعيه، يعني ان يصرح وزير الاعلام وهو الجهه المسؤوله في يعني أي شيء يأتي من قبل الدولة، هو يأتي عبر وزير الإعلام، وزير الإعلام يؤكد أن موقف الحكومة يعني ثابت في مسألة الحوار، وهي متمسكة بهذا الحوار، وأنه لا صحة للأنباء التي تتحدث عن رفض الحكومة حوار بهذه الطريقة أو إعطاء ميليشيات يعني حجم أكبر من حجمها. أخي العزيز، مشكلتنا في الشرعية أن لدينا انقسام حتى داخل الشرعية. هناك وزراء قريبين من السعودية ومواليد ومدعومين من السعودية ويلبذوا أجندة وخطاب المملكة العربية السعودية. نعم. ومن بينهم وزير الإعلام باختصار. وهناك وزراء على علاقة وارتباط بكيبل موصل إلى داخل الإمارات. نعم. ويتم كذا، وهؤلاء ينفذوا بما فيهم حتى وزارة حقوق الإنسان التي ليس لديها موقف متخاذل وسيء جدا فيما يحصل. هناك وزراء لهم علاقة، يعني كل واحد لديه توجه. مسألتنا في الشرعية أننا إما أن المال السياسي هو الذي أوصل هؤلاء إلى مكان، أو أن الرئيس لم يحسن الاختيار باختصار. فبالتالي هؤلاء الآن كل واحد يتحدث بلغة وبمنطق حسب الأجندة المرسلة. وأنا أقول لك أن ما يتحدث به وزير الإعلام ليس من ذات نفسه. وزير الإعلام ترسل له مجموعة من المصطلحات والمفاهيم، وهو على ضوءها يصيغها، ثم يتم مراجعتها، ثم ينشرها. هذا باختصار. لكن مع ذلك نحن نقول أنه كلام الإرياني هو حديث من باب التوافق، أنه الجماعة كانوا غافلين المكونات السياسية الأخرى، فتم استدعاء مجموعة من أبناء حضرموت، وسيتم استدعاء بقية المكونات الجنوبية، على اساس انه الكل لابد ان يكون حاضر في هذا الاتفاق ويوقع عليه. والانتقالي رافض هذا الكلام، ويبقى هو الذي يفشل الاتفاق، وما يحصل في في سقطرى، وربما يحصل خلال الساعات او الايام القادمه في اماكن اخرى، هي واحده من العراقيل الذي تمت. جميل. وبالتالي ايضا واضح، يعني وضحت الصوره. تكرم بالبقاء معي سيد انيس. اعود لضيفي من القاهره المحلل العسكري والباحث يحيى ابو حاتم. سيد يحيى، يعني كمراقب ومحلل، يعني كيف تنظر لاستمرار الإمارات في رعاية قوات عسكرية خارجة عن إطار الشرعية في الساحل الغربي؟ سيد يحيى، هل تسمعني؟ نعم. إذن يبدو أن هناك مشكلة في سماع أو في سماعنا من قبل السيد يحيى. أعود بتساؤل للسيد أنيس. هناك من يقول سيد أنيس أن الإمارات يعني لن تترك حلفائها دون ضمان بقائهم أقوياء في المعادلة العسكرية، ناهيك عن السياسية. أخي العزيز، بالنسبة للإمارات أنا أقول لك، أنا تحدثت بالأمس وقلت أن الإمارات أشبه بالدجاجة التي باظت ثم فتحت، وهي الآن لديها وكلاء ولديها أجندة ولديها مشاريع ولديها أنغام موجودة على الأرض. هذه الإمارات الآن عندما تتحدث على أنها قد غادرت
ولكن وهي لم تغادر اصلا، سوى انها مغادره اعلاميه شكليه، ليس لها حراك على الارض. المغادره لابد ان تكون بقرار سياسي وبقرار دولي وبقرار محلي، اما ان تكون بهكذا طريقه فهي مرفوضه وغير مقبوله. وان كانت تتذرع انها ستكافح الارهاب، فانا اقول لك هل يوجد ارهاب في سقطرى؟ هل يوجد ارهاب في كثير من المناطق؟ ان لديها اطماع واجنده وفوضى واضحه. الامارات ايضا موضوع الارهاب، نحن في غنى عن مكافحه الارهاب على يد الامارات. هناك تكارير دوليه، من يدعم ابو العباس المصنف ارهابيا؟ ليست الامارات. من الذي صنع الارهاب؟ من الذي تقرير في السي ان ان الامريكيه وفي الواشنطن بوست وفي اللوموند الفرنسيه، تقارير كثيره جدا تؤكد على ان الامارات هي من تدعم الارهاب، وهي من يعني هناك وجدت اسلحه، صرفت اسلحه امريكيه وسلحه فرنسيه، وجدت هذه الاسلحه مع عناصر ارهابيه. من الذي صرف ووزع هذا السلاح لهذه العناصر الارهابيه؟ اليس هي الامارات عندما تاتي تكافح الارهاب تقصف الجيش الوطني وترفض الدوله وترفض الرئيس وترفض الحكومه وتهاجم الويه الحمايه الرئاسيه الرسميه وتقول انك ستكافح الارهاب؟ هذه اولا ضمن المغالطات والاكاذيب التي تعزز الامارات بقاها وتواجدها. ايضا وكلاءها المتواجدين سواء طارق عفاش واتباعه او الجماعه الارهابيه واتباعها او العصابات او المخبرين او حتى قطيع من الانتقالي او الاحزمه وغيرها. لكن انا اقول لك ايضا نقطه مهمه جدا، ان هؤلاء سيسقطون كما تتساقط اوراق الخريف. نعم يا اخي، ما بنته الامارات خلال 5 سنوات سقط في ساعات، والان نحن نقول كما قال الاخ يحيى ابو حاتم، سينتصر الوطن بمعركه سياسيه وعسكريه. المعركه العسكريه الجيش على ابواب محافظات ابين، وسهل جدا ان هؤلاء كلهم ينتهون لانهم جاءوا كمرتزقه، ودائما المرتزق لا يمكن ان ينتصر للوطن، انما ينتصر لما اتى اليه، وما اتى اليه هو المال. فاذا ذهب المال ذهب كل شيء، ولا يمكن ان يقاتل عن عقيده، عن مبدا، عن موقف. نعم. عن ماذا سيقاتل؟ اذا ابقى معي سيد انيس، ارحب بضيفي من اسطنبول الباحث السياسي عادل المسني. سيد عادل مساء الخير. مساء الخير، اهلا وسهلا. اهلا بك سيد عادل، يعني كيف تتابع مجريات تاجيل الاتفاق من وجهه نظرك؟ ما هي الاسباب الحقيقيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الاتفاق هذا لا يمتلك مقومات، يعني لانه في الحقيقه يعني يقوم على املاءات فرضتها المملكه العربيه السعوديه على السلطه الشرعيه. السلطه الشرعيه غير راغبه في هذا الاتفاق، وهذه قناعتها وعبرت عنها مرارا. ايضا الميليشيات التابعه للامارات غير راغبه ايضا في الاندماج في الشرعيه ولا تعترف بالشرعيه، وعبرت ايضا عن هذه القناعات بشكل مستمر. فبالتالي لا توجد قناعات لدى هذه الاطراف في هذا الاتفاق. هناك املاءات تفرض عليهم في المملكه العربيه السعوديه، والمملكه العربيه السعوديه لها حساباتها مع الامارات، فشلت ايضا في تحقيق اهدافها المعلنه في اليمن. راينا كيف ان الحوثي امتلك اسلحه في الاونه الاخيره، يعني باليستيه خطيره، يعني صارت تنفر المملكه العربيه السعوديه بشكل مستمر. وبعد ارامكو بدا الانهيار الكبير على كل المسارات السياسيه والعسكريه، وبدا ايضا يعني حاله الخوار للتحالف ظاهره. بدات الامارات ايضا تتكلم عن التطبيع مع ايران وعلى الانسحاب من الشان اليمني، وبدات ايضا المملكه العربيه السعوديه تسير في هذا السياق. يبدو ان المملكه العربيه السعوديه تريد الانسحاب مع الامارات، ولكن قبل ذلك تريد ايضا هندسه الواقع اليمني السياسي بما ايضا يضمن اجندتها في الساحه اليمنيه وبقاء ايضا في المواقع الاستراتيجيه في اليمن. هذه الاجندات في الحقيقه تمثل دولة أجنبية، تمثل دولة الإمارات، لا علاقة لها أيضا بالشأن اليمني، بالقضية الجنوبية، بتطلعات الشعب الجنوبي. هي يعني اقترحت هذا المسار وقبلت أن تكون أيضا مطية للإمارات وحقق أجندتها، وكان واضحا أن هذه أهداف هذه الميليشيات وهذه الأدوات منذ البداية وهي الصدام مع الشرعية ومع مؤسساتها. والآن التحالف بشقي المملكة العربية السعودية والإمارات يحاول أيضا فرض هذه الأجندات ليتمكن من خلالها من السيطرة أيضا على الواقع السياسي والميداني في المحافظات الجنوبية. نعم، لكن سيد عادل، يعني ما الذي يجعل الشرعية تظهر بهذا الموقف من الانفصام بين طرف يعني يتحدث بأن الأمور يعني تمضي على قدم وساق وأن الحكومة متمسكة في هذا الاتفاق، بينما طرف آخر يتحدث بأنه الاتفاق يعني الحكومة غير قابلة به وأن هناك ضغوطات سعودية كبيرة تمارس على الحكومة؟ كيف نقرأ هذا الانفصام؟
هو في الحقيقة يعكس رغبة الشرعية، ويعكس أيضا مدى الضغط حجم الضغط التي تمارس من قبل المملكة العربية السعودية. السعودية تمارس كل ثقلها من تمرير هذا الاتفاق وتحسين صورتها في الساحة اليمنية، تريد أن تحرز يعني مكسب ناصر في نهاية المطاف بعد فشلها في تحقيق أي يعني على أي صعيد في الشأن اليمني. تريد أن تخرق بهذه بهذا المكسب بهذا النصر بأنها استطاعت أيضا أن تجمع الفرقاء في الساحة الغربية، والجميع يدرك بأن الميليشيات الجنوبية هي صناعة التحالف، والشرعية ترفض أيضا التحاور مع هذا الفصيل المتمرد الذي يعني فرض أجندته عبر السلاح وعبر أيضا الاستقواء بالإمارات. وهذا ليس فقط يعني لسان حالة شرعية، ولكن أيضا يعني حضرموت خرجت أيضا وعبرت عن موقفها بوضوح في هذا السياق، وأيضا سقطرة والمهرة وشبوة ومن خلفها كل اليمنيين يرفضون تماما التعامل مع هذه الأجندات الأجنبية، مع هذه الميليشيات التي رفعت السلاح وتمردت على الشرعية. لكن يبدو أن المملكة العربية السعودية يعني ماضية في فرض أجندتها على الشرعية، لكن في الحقيقة يعني قد توقع الشرعية، لكن لا يمكن أبدا أن يكتب لهذا الاتفاق النجاح، لأن هناك شروط عميقة بين الجيش والمقاومة الشعبية والقبائل والشارع السياسي اليمني، وبين هذه أيضا الميليشيات التي تضمر الحقد والانتقام من الشرعية اليمنية. وبالتالي لا يمكن أبدا أن يكتب لهذا الاتفاق النجاح في ظل هذه الشكوك العميقة التي أيضا موجودة في الساحة اليمنية، فضلا أيضا عن غياب نية حقيقية للتحالف لدعم الاستقرار في اليمن. وبالتالي كل هذه العوامل تجعل الفشل يعني ستجعل من هذا الاتفاق يولد ميتا. والحقيقة قبيل هذا الاتفاق رأينا كيف حالة الاستنفار الواسعة في أبيان وأيضا سقطرة، وهناك حالة من الغضب والغليان في أوساط المقاومة والجيش الوطني وأيضا القبائل اليمنية، وعبرت أيضا عن ذلك قيادات الدولة من أمثال الميسري والقبواني وغيرهم. وبالتالي على المستوى الطرف الانقلابي يحاول أيضا استفزاز عبر الإمارات استفزاز الشرعية من خلال العمليات الأخيرة، ومن خلال أيضا الدفع من جامعها في سقطرة لأيضا يعني إفشال هذا الاتفاق. لا يبدو أن هناك نيات ورغبات حقيقية لدى الطرفين أيضا فضلا عن دول التحالف، وبالتالي هذا فقط يعني من باب يعني تسويق نصر زائف. أما على مستوى الميدان على مستوى التطبيق على مستوى الواقع لا يمكن أبدا أن يسير إلى الأمام. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر سيد عادل المسني باحث سياسي، كنت معنا من إسطنبول. وأعود هنا بتساؤل أخير لي ضيفنا المستشار الإعلامي بالسفارة اليمنية في الرياض الصحفي أنيس منصور. سيد أنيس، يعني في حال نجحت الحكومة أو ضمنت خروج الإمارات عسكريا بالكامل من اليمن، هل يعني نتوقع أن تترك الإمارات اليمن وشأنها تماما، أم أنه يعني نبشر بما هو أسوأ؟ طبعا الآن في حال خروج الإمارات، وأنا أستبعد خروجها أصلا، أنا شخصيا أستبعد خروج الإمارات، لكن دعنا نكون مع فرضية انسحاب الإمارات عسكريا. ستظل هناك كثير من الألغام وكثير من العصابات والفوضى، وبالتالي ستتحمل تبعات وتداعيات، وما يحصل هي المملكة العربية السعودية، بمعنى أن هذا عبارة عن أشياء ستدفع ثمنها المملكة العربية السعودية بعد أن استلمت الملف، استلمت المواقع واستلمت كل شيء. ستظل أي مصيبة الآن متواجدة على الأرض، لكن نحن نقول نشعر أنه ستكون أخف ضررا. يعني المملكة العربية السعودية ما عندها نفس عدواني على الشعب بشكل كبير جدا كما هو في الإمارات. نحن نعتقد أنه ربما يكون هناك بعض الأشياء، لكن لا ترك إلى عدوان وفضل وخطورة دور الإمارات التي لعبته لم يعني لا يكاد يمر بيت من بيوت اليمنيين إلا وفيه مصيبة تبعها الإمارات. يعني فهذا بالذات يعني هناك شهداء، جرحى، قتلى، أسرى، مختفين، مختطفين. الأمر الآخر كيف انسحبت الإمارات وهناك أكثر من يعني مئات المعتطفين ما زال مصيرهم مجهول، أين هم الآن؟ هذا السؤال لابد أن تطرحه الشرعية قبل أن يتحدث عن موضوع انسحاب الإمارات. انسحاب الإمارات لابد أن يكون فيه قرار، هذا القرار قرار يصادق عليه مجلس الأمن، وليس فقط عبارة عن بيان تنشره صحيفة البيان الإماراتية أو الوكالة في إيران وغيرها من المواقع الإماراتية. لا، لابد أن يكون هناك قرار. بالضبط، هي نقطة مهمة في مسألة الأسرى والمعتقلين الذين سواء محتجزين أو معتقلين لدى الإمارات
مخفيين قصرا في الأصل، يعني هناك الكثير أو لدى المجلس الانتقالي، يجب أنه قبل أن يوقع أي اتفاق يتم الحديث عن هذه القضية بشكل جدي. أنا أتفق معك في هذا الموضوع، وهذا لابد أن تحركه الموضوع المنظمات والوكالة والمنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان، لابد أن تعمل على هذا الملف وتسأل أين ذهب. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر الصحفي أنيس منصور المستشار الإعلامي بالسفارة اليمنية في الرياض، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا نكتفي بهذا القدر، وأشكر جميع ضيوفي، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة الزميل وديع عطا، وهي من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.